يعاني هذا المخيم نقص كبير في الووش، مشروع الووش كله كخدمات بنية تحتية للمخيم، من براميل نظافة وحاويات للنظافة ونقص في المياه. وصل أكثر من 6 شهور أي منظمة ما عادت ما أعطتنا ولا سلة إغاثة نظافية. لأن فصل الصيف قرب، فطبعا بده يكون عنا نحن الليشمانيا بدها تنتشر والبعوض والذباب، فنحن نطلب من المنظمات إغاثتنا بهذا المجال. أهم شيء هو الوش والنظافة والبراميل